بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، واختار أفضل الطرق لهداية الناس، وعلم تلك الطرق لرسوله محمد صلى الله عليه وآله. والأئمة الطاهرين ومن بعدهم تلقى الفقهاء العظام هذه التعاليم عن رسول الله وعن الأئمة، وذكروها في الكتب الفقهية وبينوها للناس. إن شاء الله أنتم في المستقبل تكونون من الفقهاء، الآن أنتم من الطلبة، من طلبة العلوم الدينية في كربلاء المقدسة، إن شاء الله تكونون من الفقهاء العظام وتسيرون على نفس الطريق الذي سار عليه الأئمة الطاهرون ومن قبلهم جدهم الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى. من الطبيعي ومن سنن الله سبحانه وتعالى أن يكون منهج الباطل يعارض منهج الحق، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هذا طبيعي، ومن سنن الله سبحانه وتعالى أن يقتتل أتباع الأنبياء من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. في هذه الظروف التي يقوم أهل الباطل بالصد عن سبيل الله، المفروض على حملة لواء الحق أن يتخذوا أفضل الطرق لإيصال ذلك الحق إلى الناس، وأفضل تلك الطرق هي التي بينها الله في القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة، وسار عليها الأئمة عليهم الصلاة والسلام. عندما نقول أفضل، هذا الأفضل منسلخ عن معنى أفعل التفضيل، لأنه لا طريق آخر غير طريق القرآن والرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. زين، نحن
نأتي نرى أهل الباطل يعارضون الحق على الدوام. في زمان الرسول صلى الله عليه وآله كان المنافقون ويتربصون الدوائر، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وفي آية أخرى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين. بعد الرسول صلى الله عليه وآله ظهرت حسيكة النفاق، وأزالوا الأئمة عن مراتبهم التي رتبهم الله عليها، ولم يكتفوا بإزالتهم عن مراتبهم، وإنما استعملوا جميع الأساليب الخبيثة لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى، بدءا من التصفية الجسدية بالقتل إلى الحصار الاقتصادي إلى الحصار السياسي إلى الحصار الاجتماعي إلى وضع الأكاذيب والكلام غير الصحيح لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى. ولكن لماذا لم ينطفئ هذا النور؟ صحيح الله سبحانه وتعالى له إرادة تكوينية، يريدون أن يطفئوا نور الله، وفي آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وفي آية أخرى والله متم نوره. إرادة تكوينية موجودة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الإرادة عن طريق الأسباب الطبيعية. فلذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله جاهد غزوات كثيرة في مكة في الحصار في التبليغ، الإيذاء الذي تلقاه الرسول صلى الله عليه وآله في مكة، بعد ذلك في المدينة خلال 10 سنوات 80 أو أكثر من 80 غزوة وسرية، وهكذا الرسول عن طريق الأسباب الطبيعية نفذ ما يريده الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام عن طريق الأسباب الطبيعية أوصلوا هذا الدين إلينا. ومن أفضل الطرق الذي حفظ الدين وأوصله إلينا وهو سبب لهداية الناس في طول التاريخ ما يعبر عنه الفقهاء بالتقية المداراتية، أو إذا نريد نستعمل اصطلاح جديد التعايش، السلم الأهلي. هذا الأسلوب في بعض الروايات يعبر عنه بالجهاد، أنت تجاهد عبر التقية، ليس هو ذل، ليس هو هوان، ليس هو خضوع، لا جهاد. الآن نقرأ الروايات، جهاد عبر التقية، تجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عبر هذا الأسلوب. والأئمة عليهم الصلاة والسلام أمروا شيعتهم بذلك، وهذا الشيء هو الذي في طول التاريخ حفظ الشيعة والتشيع وسبب انتشار التشيع. في زمان من الأزمنة لم يكن يشكل الشيعة
إلا واحد بالألف من المسلمين أو أقل. الآن النسبة كبيرة جدا، مئات الملايين من الشيعة. هذا بسبب الأسلوب الذي اتخذه الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأمروا به شيعتهم، ومن بعدهم الفقهاء العظام تنفيذا لوصايا الأئمة عليهم الصلاة والسلام ساروا على نفس هذا المنهج. أنتم في هالفترة خلال 11 سنة الماضية كنتم في العراق وشاهدتم كيف تكالب أعداء الشيعة على الشيعة بالقتل والتفجير والتفخيخ وهتك الحرمات، ولم يتركوا منكرا إلا فعلوه. زين، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلى كلمة الشيعة. بأي سبب؟ بسبب اتباع الشيعة للفقهاء الربانيين الذين أرشدوهم إلى تعاليم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بعض دول النواصب المجاورة للعراق وبعض أئمة النفاق من الأعراب الأشد كفرا ونفاقا، هؤلاء حرضوا سفهاءهم على قتل الشيعة عبر العمليات الانتحارية. وتدري أنت إذا واحد يقتل منه كل يوم، كبير صغير رجل امرأة، وأنت تتمكن من الانتقام، زين، ولك القدرة في ذلك. وطبعا الإنسان القوة الغضبية عنده كما يقول علماء النفس من أقوى القوى في الإنسان. الإنسان عنده القوة الغضبية، القوة الشهوية، القوة العقلية، أقوى أو من أقوى القوى القوى الغضبية، حالة الانتقام. زين، ما الذي سبب أن الشيعة يتمسكون بالعقلانية، يتمسكون بالشرع، يتمسكون بالقرآن الكريم، يتمسكون بسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، يتمسكون بسيرة أئمة المعصومين ووصاياهم؟ الفقهاء الربانيون، العلماء الربانيون. سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى وقف بكل قوة أمام الحالة الانتقامية. هسه احنا ما نتكلم من الجانب السياسي والآثار العظيمة والنفع العظيم الذي ترتب للشيعة بامتثالهم لوصايا المراجع العظام، نتكلم من الجانب الشرعي. زين، انت لما تريد تنتقم، الإسلام شنو يقول لك؟ قاتل قتل إذا عرفت القاتل من هو وثبت لك بالأدلة الشرعية وبالموازين الشرعية وفي محكمة شرعية عند حاكم شرعي أن هذا قاتل، يجوز لأولياء الدم أن يطالبوا بالقصاص. زين، في هاي حالات القتل العشوائي أنت كيف تعلم من القاتل؟ إذا تريد تنتقم قتلوا منك، أنت هم تروح تقتل منهم، تقتل البريء والكبير والصغير. إذا هو فجر أنت متفجر بالتفجير، مو فقط القاتل يقتل، يقتل القاتل، وغالبا القاتل هم ما يقتل لأنه هو منظم في أوكاره، يقتل البريء والكبير والصغير والرجل والمرأة. زين، فقهاء الدين ومراجع الدين مأمورون، وظيفتهم العملية حفظ دين الناس. المرجع ليش صاير مرجع؟ سؤال، حتى يحفظ دين الناس ويبلغ للدين. ومن أهم الأمور في الشرع الدماء، من الأمور التي يجب الاحتياط فيها الدماء. زين، إذا فد واحد من النواصب قتل مجموعة من الشيعة، يجوز لي أن أذهب أنتقم وأقتل البريء
أنت كافر ما يجوز لك أن تقتله، فكيف بالمسلم وكيف بأنه العمليات الانتقام العشوائي يقتل فيها من كل الطوائف أيضا، حتى من الشيعة يعني يقتل، إذا واحد شيعي يريد ينتقم لعله يقتل من الشيعة، مثل السنة اللي يفجرون يعني الوهابيين أو النواصب الذي يفجرون المناطق الشيعية. صحيح الغالب 99% من الشهداء هم من الشيعة، لكن صدفهم أكو سنة يقتلون في ذلك، وإذا الشيعي يريد يسوي نفس الشيء نفس الشيء راح يصير. الفقيه المرجع مأمور بحفظ دين الناس ومن دين الناس الالتزام بأحكام الشرع، ومن أهم أحكام الشرع حرمة الدماء. الفقيه والمرجع مكلف بإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم. صحيح المواضيع الجزئية هذه مو من شأن الفقيه، لازم المكلف هو الذي يشخص. هاي الزولية عليها بقعة حمراء، هاي البقعة الحمراء دم أو مو دم، هذا مو شأن الفقيه تروح تسأله هذا الدم لو مو دم، هذا موضوع جزئي. أنت تأخذ الحكم من الفقيه الدم نجس بشروط المذكورة في الرسائل العملية، أما هذا الدم لو مو دم هذا مو شأن الفقيه، لكن المواضيع العامة شأن الفقيه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديث فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه أمور عامة حتى لو موضوع، بس موضوع عام. هذا موضوع العام مو مرتبط بتشخيصي أو تشخيصك أو تشخيص فلان أو فلان، هذا مرتبط بتشخيص الفقيه الجامع للشرائط. الفقيه الجامع للشرائط إلى كلمة مسموعة، وهذا من فضائل الشيعة أيضا، يستمعون إلى كلمة علمائهم. قال لهم ما لكم حق تنتقمون؟ قلت أنا الآن ما أرد أبحث في الجانب السياسي، اللي هذا الموقف أيضا من الجانب السياسي خدم الشيعة، من الجانب الديني أرد أبحث حفظ دين الناس وحفظ دماء الناس. صحيح أنت تكبدت خسائر، لكن النفع اللي وصلك نفع عظيم جدا. هذا النفع العظيم تمثل في سمعة طيبة للشيعة في كل العالم. أنت لا تشوف هذا الإعلام الناصبي اللي يريد يقلب الحقائق، هذه أيام قليلة وبعدين بعض المغرورين ينخدعون بهذا الإعلام. العقلاء يعرفون أنت تحمل دين، هذا الدين يؤمن بالسلم، يؤمن بعدم الاعتداء، يؤمن هذا الدين بأن لا تأخذ البريء بجريرة المجرم. زين، بعدين الجانب السياسي أنه ديمقراطية وأكثرية وانتخابات وكذا، بالنتيجة عندما البلد يكون أكثرية شيعية أي انتخابات تفرز أكثرية شيعية، هذا واضح بعد. أنت توصل إلى النتيجة بأحسن الطرق المقبولة شرعا والمقبولة لدى الرأي العام العالمي، وترفع سمعة الشيعة، وأيضا بالمدى البعيد بل بالمدى المتوسط هذا الأسلوب يدخل مئات وألوف وملايين الناس في التشيع. علماء الفقهاء وظيفتهم حفظ الدين، حفظ دماء الناس، وقد قاموا بهذا الدور بأحسن قيام، سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى، كذلك السيد العم حفظه الله تعالى في بياناته من اليوم الأول قبيل سقوط النظام أكد على هذا الأمر. السلم الأهلي لازم تحافظون عليه، لازم تجتنبون إراقة الدماء، تلتزمون بال أحكام الشرعية. أنا جبت هذا الكتاب وهو إضاءات مرجعية صادر عن مؤسسة الرسول الأكرم الثقافية. هذا الكتاب جمعت فيه البيانات التي صدرها إما السيد المرجع حفظه الله تعالى السيد العم أو المكتب في قم،
من العام 1423 إلى العام 1428. يعني فقط بعض المقاطع أقرأها لكم بشكل مختصر. هذا بيان صادر عن نفس السيد المرجع في محرم الحرام 1424، يعني قبل سقوط صدام بأيام قلائل، لأن صدام سقط في أوائل شهر صفر تذكرون، بعدين المشايهم طلعوا إلى كربلاء. هذا البيان صادر في المحرم من عام 1424، نفس السيد مصدر هذا البيان. كما ندعو أبناءنا وإخواننا المؤمنين في العراق إلى التزام الحكمة والصواب الذي هو ديدنهم في الشدائد والصعاب، وتوحيد الصفوف والتلاحم والإيثار والتشاطر مع بعضهم البعض في المأكل والملبس والمشرب، والتواصي بالخير والصبر، وتجنب أي فوضى وإراقة دماء يمكن أن تعرض مصالح البلاد والعباد لمخاطر إضافية أو قد تنتج وضعاً يهدد أمن وسلامة الجميع. بيان آخر أيضاً صادر عن نفس السيد المرجع في تاريخ 10 صفر 1424، في يوم سقوط صدام. يوم سقوط صدام يوصي توصيات، من جملة توصيات إلى العشائر العراقية. العشائر العراقية التي كانت ولما تزل درعا حصينا للعراق ولأبناء العراق، زين، أن تعود لبناء نفسها بما يفضي المزيد من التماسك والانسجام على البنية العامة للمجتمع العراقي. البنية العامة للمجتمع العراقي. بيان آخر، هذا البيان صادر من مكتب سماحة السيد في 14 صفر 1425. كما هذه بمناسبة الأحداث الدامية في النجف الأشرف وبغداد وغيرهما، كما أننا ندعو العراقيين الكرام إلى اليقظة والحذر وضبط النفس وتوحيد الصف ونبذ الفرقة وعدم الانجرار إلى دوامة العنف الذي سيكونون هم أول المتضررين منه، والاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة عبر الطرق السلمية التي هي أحمد عاقبة. وأيضا ننقل بيان آخر بشكل مختصر، هذا بيان صادر عن نفس السيد المرجع في عاشوراء 1425. كما وإني أوصي الشعب العراقي الأبي أن لا تثني هذه المحاولات الأثيمة، لأن البيان صادر بمناسبة التفجيرات التي صارت في يوم عاشوراء في كربلاء، أن لا تثني هذه المحاولات الأثيمة عن عزمه، ولا يستلب منه الصبر والحلم والتعايش ووحدة الصف والمطالبة بحقوقه العادلة التي ضمنتها له مبادئ الإسلام وأقرتها القوانين الوضعية. طبعا في كثير من البيانات مكرر هذا الأمر، وكما ذكرنا الفقهاء العظام وظيفتهم حفظ الأحكام الشرعية وحفظ الدماء ونصيحة الشعب، وبحمد الله الشعب العراقي يستمع إلى كلمة العلماء الأعلى. التعايش أو السلم الأهلي، أو حسب تعبير الفقهاء التقية المداراتية، هذه من الأمور التي حفظت التشيع، ونحن علينا أن نحافظ عليها. إذا إحنا نراجع إلى الروايات وإلى الأسلوب الصحيح، حينما ذاك يقتلك أنت مو أنه لا تدافع عن نفسك، دافع عن نفسك وهذا حق مشروع، ولكن بالطريق الشرعي. إذا ذاك يتهمك أنت لا تقف مكتوف الأيدي مقابل التهمة،
حاول أن تبطل ادعاءاته بأفضل الأساليب. يقول الشيعة ما يصلون، الشيعة يعبدون القبور، الشيعة كذا، الشيعة كذا، الشيعة كذا. زين، أنت بالبرهان العلمي تبطل هذه الأكاذيب. وبالطريقة العملية، عندما في كل يوم يبث صلاة الجماعة من حرم الإمام الحسين مثلا، من حرم أمير المؤمنين في الأوقات الثلاث، والناس يصلون في الصاحن، وقبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تصير خلف ظهرهم، لأنه لا يجوز التقدم على قبر الإمام، لكن إذا أكو حاجز ما يخالف، إذا أكو جدار أو أكو حاجز أو كذا ما يخالف. زين، هذا المشاهد عندما يشاهد هسا ألف شبهة، ألف تهمة، أنت مو بالضرورة أن تجي تجاوب عن هذه الشبهة، أن الشيعة لا يصلون، أن الشيعة يعبدون القبور، أن الشيعة كذا، أن الشيعة كذا، أن الشيعة كذا. أنت بطريقة عملية تدفع هذه الشبهات، وأيضاً تدعو الناس إلى الإيمان، الشيعة نفسهم، إلى الصلاة، ترويج للصلاة، ترويج للعبادة، ترويج للطاعة، ترويج للزيارة. مو بالضرورة دائماً أنا أجي أقول هذا الكلام مو صحيح. نعم، إذا صارت شبهة تقدر تجاوب عليها، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن من الطرق الجيدة جدا الإبطال العملي للشبهات. عملا أنت تبطل الشبهات. أي واحد عاقل يسمع كلامه يعرف أنه هو كاذب. ليش؟ لأنه بعينه دا يشوفك. وهذه توصية الأئمة عليهم الصلاة والسلام في التقية المداراتية، هي جهاد، ليست انبطاح، ليست ترك الولاء، ليست ترك البراء، ليست ترك تربية أولادنا على الولاية وعلى البراء، لا، هذا تعايش مع الآخرين بما تقربه إلى المذهب الحق. هم تحفظ نفسك، هم تقرب الآخر إلى المذهب الحق، عندما هو يراك أنت بأحسن الأساليب في صلاتك، في صومك، في عبادتك، في أخلاقك، في معاملتك. زين، لماذا أنت هكذا؟ لأن الأئمة من أهل البيت أمرونا بهذا الأمر. زين، إذا الأئمة أمروكم بهذا الأمر فهذا دينكم هو أحسن الأديان، هذا مذهبكم أحسن المذاهب. هذه رواية موجودة في الكافي، واحد نصراني أسلم، عندما أسلم اجى الى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، الامام قال له تعال في منى حتى اشوفك. فهو سال الامام عليه الصلاه والسلام: اهلي نصارى، امي نصرانيه، اكل في انيتهم، كذا كذا كذا. الامام امره بمدارات امه، زين، وعاشرهما في الدنيا معروفه. فهذا عندما رجع بدا يداري امه، أمه تعجبت، قالت له أنت ليش هالشكل صاير؟ قالت له إحنا هذه وصية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هكذا وصاني. قالت له هذا لازم يكون نبي، نبي هالشكل يوصي. قال لها لا، هذا مو نبي ولكنه ابن نبي. فأسلمت وماتت في نفس اليوم، صلت صلوات قبل موتها في نفس الليلة، طلبت منا أن يكررها الشهادتين، كرر لها وماتت، وهو تولى أمرها لأنها صارت مسلمة بعد. مدارات الإنسان إلى عقل، عندما يشوف أنت أسلوبك أسلوب الحق، عنده فطرة، عنده عقل، ليش أنت أسلوبك هكذا؟ لأن دينك يقول لك هكذا، فهو الدين الحق، لأن هذا الدين يرتبط، وهذا الدين يرتبط بفطرة كل إنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هناك حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث صحيح أيضا، صحيحة هشام بن الحكم. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الإمام الصادق: إياكم أن تعملوا عملا نعير به، يعني مقصود المعاصي، ترتكب معصية، ترتكب جريمة، ترتكب كذب كذا، يقولون شوف ذول الشيعة هالشكل،
فإن ولد السوء يعير والده بعمله. فإذا أنت عملك كان سيء وأنت شيعي يقول زين ذولا أتباع جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا، أنتم انقطعتوا إلى الأئمة، يعني قطعتوا كل علاقاتكم بأعدائهم، انقطعتم إلى الأئمة، كونوا لهم زينا ولا تكونوا عليهم شينا. صلوا في عشائرهم. الإمام سني، ومن شرائط إمام الجماعة أن يكون عادل، بس هاي التقية المداراتية تقول حتى لو هو سني وأنت في بلد أكثرية من السنة صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به عنهم. والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبئ. قلت وما الخبئ؟ قال التقية. هنا بعض الروايات أنا ناقلها عن بعض الكتب أذكرها لكم. ذكرنا أنه الممارسة العملية لدحض الشبهات إضافة إلى الجدال بالتي هي أحسن. زيارات الأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وآله كثيرة، خاصة زيارات الإمام الحسين. أنا شخصياً ما وجدت زيارة من الزيارات وفي تلك الزيارات أنه أنت خلي ظهرك على القبر بطرف القبلة وادعو، ماكو هالشكل. يعني أنا ما شايف إلا في مورد واحد، أنت قارين الزيارات، قف عند الرأس، قف عند الرجل، اذهب إلى علي بن الحسين كذا، تقبل القبلة، بس ما عندنا رواية تقول خلي ظهرك على القبر إلا في مورد واحد. ذاك المورد الواحد أكو روايتان في كتاب كامل الزيارات، في زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، في زيارة الرسول أكو خلي ظهرك على القبر، استقبل القبلة وادعو بهذا الدعاء. بس إحنا أول نقرأ الحديث بعدين نذكر السبب. في كتاب كامل الزيارات باب زيارة الرسول والدعاء عنده، الحديث الثالث والحديث الأخير، طبعا هو رواية واحدة بس بسندين، عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عن أبيه عن جده يعني الإمام الباقر، كان علي بن الحسين عليهما السلام يقف على قبر النبي ويسلم ويشهد له بالبلاغ، أن الرسول قد بلغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ويشهد له بالبلاغ ويدعو بما حضره أدعية مختلفة، ثم يسند ظهره إلى قبر النبي إلى المروة الخضراء الدقيقة، العرض مما يلي القبر، في ذاك الزمان هكذا كان قبر الرسول صلى الله عليه وآله، يسند ظهره إلى قبر النبي ويلتزق بالقبر، مو بعيد، لا يسند ظهره، يعني يلصق ظهره بالقبر الشريف ويسند ظهره إلى القبر، تأكيد يعني مخلي القبر على ظهره، ويستقبل القبلة ويقول، هسه مو فقط بالعمل حتى بالقول، اللهم إليك ألجأت أمري وإلى قبر محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أسندت ظهري، والقبلة التي رضيت لمحمد استقبلت. أنا شخصيا أول سفر رحت إلى العمرة قبل حوالي 20 سنة، في كتاب الدعاء والزيارة يعني كتب الأدعية والزيارات، شفت هذه الزيارة الإمام زين العابدين، بالنسبة لي كان صعب جدا، شلون أنه أعطي ظهري إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله. والآية تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
جدا كان صعب بالنسبة لي، بس عمل الإمام زين العابدين، والرواية موجودة في كتاب كامل الزيارات. كامل الزيارات من أهم كتب الشيعة، حتى البعض من حيث السند يرجحه على كتاب الكافي، وحتى البعض يعتبر جميع رجال هذا الكتاب من الثقات، لعله منهم صاحب الوسائل. لكن بعد ذلك بسنوات أيضا ما فهمت، يعني أنا شخصيا ما فهمت أنه لماذا الإمام زين العابدين كان يفعل هذا الفعل. وهذا دائما ها، لأنه كان يقول كان علي بن الحسين يقف على القبر، يعني هذا استمرار مو مرة واحدة. إلى أن شفنا هذه الحالات وهذه الضوضاء ضد الشيعة والتهريج والكذا، وفقط في زيارة الرسول وارد هذا. ما شايف أنا، ما شايف في زيارة أمير المؤمنين ألصق ظهرك بالقبر، ما شايف في زيارة الإمام الحسين، ما شايف في زيارة الإمام القبر، أنا ما شايف. زين، شنو السبب؟ السبب أنت عملا تبطل الشبهات التي تقول أن الشيعة يعبدون القبر، أن الشيعة يعتبرون الرسول شريكا لله سبحانه وتعالى بالطريقة العملية، ولا وجه آخر لا يأتي في البال. لماذا الإمام زين العابدين كان يفعل هكذا؟ صحيح أنا ما أخاف منه، ولكن أنا أريد تبليغ الدين ودحض الشبهات. هسه أكو كم واحد ناصبي معاند يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ولكن أكثر العامة لا يعرفون الحق ويتأثرون بالإعلام السلبي. لكن أنت عملا وقولا وبالتقية المداراتية تبين للحق يعرف الحق، وبعد أن يعرف الحق يتشيع. أنا شخصيا عندما كنت في سوريا التقيت بعشرات من المتشيعين، وكل واحد كنت ألتقي به أسأله عن سبب تشيعه، عادة كان سبب التشيع كتاب المراجعات. طبعا أسباب مختلفة، أسباب اجتماعية، أسباب سياسية، لكن أهم سبب كتاب المراجعات. وهذا الكتاب من يوم أن صدر إلى لحد الآن حوالي 60 سنة أو أكثر، تشيع بسبب هذا الكتاب ملايين من الناس، ملايين، مو مبالغة، ملايينها مرة إحنا نطلق كلمة، لا حقيقة ملايين من الناس تشيعوا بسبب هذا الكتاب. وشوف هذا الكتاب من أوله إلى آخره، جدال بالتي هي أحسن، يبين المذهب الحق بأفضل الطرق. هسه أنتم إن شاء الله إذا رجعتوا هذا الكتاب أخذوه وإقرأوه بدقة. الكتاب شوية مستواه راقي، إذا واحد ما التفت إلى بعض المقاطع فليسأل أساتذته، إما مباشرة أو بالواسطة. يعني واحد قاري هذا الكتاب متشيع كاتب كتاب، وذاك الكتاب مؤثر في الناس. هاي التقية المداراتية. الإمام عليه الصلاة والسلام في حديث التهذيب في رواية عن إسحاق بن عمار، لعل الرواية موثقة لأن أكو فد رجل في السند مشترك، على كل حال قال لي أبو عبد الله إسحاق بن عمار: يا إسحاق، أتصلي معهم في المسجد؟ تروح تصلي وياهم بالمسجد؟ قلت نعم. قال: صل معهم. الإمام يقرر فعله ويأكد: صل معهم، فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله. أنت لما تشهر سيفك في سبيل الله، شنو السبب في ذلك؟ تريد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، تريد إدخال الناس في التشيع في الدين. أنت بأسلوب هذه الصلاة خلفه وبالصف الأول وبهذه المدارات وبهذه الأخلاق الحسنة وبالتبليغ الصحيح الذي لا يستفز الطرف المقابل تهديه،
أنت بعملك ده تجاهد في سبيل الله. في حديث آخر، هذه الأحاديث إذا تردون تراجعوها في كتاب الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت المجلد الثامن صفحة 299 فما بعد، وكذلك هذا في كتاب الأمر في كتاب الصلاة، حول في كتاب الصلاة، الصلاة خلف الإمام المخالف، لأن الإمام يشترط فيه العدالة، بس يستثنى من ذلك إذا كانت تقية مداراتية في بلد أكثرية السنة وأنت أقلية. وكذلك في كتاب الوسائل جزء 16 صفحة 203 فما بعد في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، روايات التقية متواترة موجودة هناك. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول حديث مفصل صاحب الوسائل مقتطف منه قسم، يقول المؤمن، هذه الرواية الوسائل ينقلها عن معاني الأخبار للشيخ الصدوق، المؤمن علوي، يعني قلبه مليء بالإيمان، ما عنده انهزامية، لا تابع لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بس أسلوبه أسلوب صحيح. هذا الفارق، أكو بعض عندهم حالة انبطاح زين، يعني بعض الأحيان يقول نحن نذهب إلى العامة ونترك عقائدنا، إذا الوحدة الإسلامية مع العامة اقتضت أنه نتنازل عن عصمة الأئمة نتنازل عن عصمة الأئمة، هذه وحدة انبطاحية، لا لا تتنازل قيد شعرة من أي معتقد من معتقداتك، يكون الوحدة الإسلامية الحقيقية التي تهدي الناس إلى دين الحق. المؤمن علوي والمؤمن مجاهد، مجاهد، بس الجهاد قد يكون بالسيف وقد يكون بالفعل، والمؤمن مجاهد لأنه يجاهد، ما ينبطح، يجاهد لأنه يجاهد أعداء الله عز وجل في دولة الباطل بالتقية، تقية المداراتية في دولة الباطل تهدي الناس إلى الحق، فهو الجهاد في سبيل الله، وفي دولة الحق بالسيف، إذا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ظهر تجاهد بالسيف دولة الحق، أما ما دام الدولة دولة باطل تجاهد بالتقية، بفعلك تجاهد. في حديث آخر في معاني الأخبار، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ينقل عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أمرني ربي بمدارات الناس. احنا نتصور انه الأئمة كانوا في تقية فقط، هاي الرواية تقول الرسول ايضا كان في تقية، بس تقية المداراتية. أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بإقامة الفرائض، الصلاة الله أمرني بها، الصوم، الحج، أمرني بمدارات الناس، المدارات غير المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، المداهنة يعني الانبطاح، يعني التنازل عن الحق، تريد تكسب رضا ولو بتنازل عن معتقدك، هاي المداهنة. المدارات لا، أنت تحافظ على حقك ولكن بحسن المعاملة وبحسن الأسلوب وبحسن الكلام وبالتقية وعدم الإذاعة، تجلب إلى الحق، تهدي بهذه الطريقة. أمرني ربي، الرسول يقول صلى الله عليه وآله، بمدارات الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. ثم الإمام الصادق يقول ولقد أدبه الله عز وجل بالتقية، الله عز وجل أدب رسوله بالتقية فقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. عدو الرسول من هو؟ بينك، يعني بينك يا رسول الله وبينه عداوة، الذي هو عدو الرسول إذا يجهر بالعداوة فهو كافر، وإذا يبطن العداوة فهو منافق، والمنافق أيضا كافر باطنا،
ويحشر مع الكفار في يوم القيامة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أصدقاء صداقتهم قوية جدا حميمة، كيف يتعامل أحدهما مع الآخر؟ أنت هكذا تعامل معه يا رسول الله، مع هذا الشخص اللي عدوك، إما كافر أو منافق. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول هاي الآية في التقية، أدبه الله عز وجل بالتقية فقال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا الآية، يعني وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول للراوي واسمه سفيان بن سعيد، يا سفيان، من استعمل التقية في دين الله فقد تسنم الذروة العليا في القرآن. الذروة، وكذلك يجوز أن نقرأها الذروة بالضم والكسر، المرتفع من كل شيء، والعليا تأكيد. فقد تسنم الذروة العليا في القرآن، وإن عز المؤمن حفظ لسانه. إذن البعض يتصور يقول التقية فقط في حال الخوف، إذا أنت خائف على نفسك على عرضك كذا استعمل التقية. لا، التقية المداراتية مو في حال الخوف، مدارات، أنت مو خايف. في محاضرة سابقة قبل أيام شرحنا في هذه النقطة، لا أريد أن أطيل عليكم، أنت مو خايف بس داري حتى تهدي، ومو منبطح، مو هذه مداهنة، مو تفريط. لا، احنا بعض الاحيان نصير بين افراط وتفريط، واحد يذهب للمداهنه وواحد يترك التقيه المداراتيه بالمره. لا، حد الوسط، لا تداهن، ربي اولادك على البراءه الكامله، لا تتنازل قيد شعره عن معتقداتك الذي ثبتت لك عن ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، ولكن في الوقت نفسه داري مداراتك جهاد، مداراتك تجر الناس إلى الإيمان. هاي الحالة الطائفية اللي أرادوا أن تحدث في العراق، أئمة الكفر والنفاق، ذولا شنو غرضهم؟ السياسيين منهم ذولاك الكبار أصحاب الأموال والثروات والنفط وكذا، غرض سياسي، ما يريد تصير ديمقراطية، ما يريد تصير حرية، ما يريد كذا، لأنه إذا في جواره صار حرية هو الكرسي ماله يضعضع. زين، وده نشوف أنه كيف ده يحاربون، هذه ما يعبر عنه بالربيع العربي، ما يريد تصير ديمقراطية، هذا السياسي. وكبار النفاق من مشايخهم هذا هدف ديني، ليش؟ لما تصير حالة طائفية يتوقف مد التشيع، عندما تقتل وتقتل زين يحافظون على جمهورهم. شلون يحافظ على جمهوره؟ المنطق مع الشيعة، الإعلام موجود الآن، سابقا ما كان إعلام، الآن الإنترنت، الفضائيات وصلت في كل بيت وهابي، وفي كل بيت مخالف، وفي كل بيت مسلم، وفي كل بيت غير مسلم. زين، الإعلام الحق ده يوصل، من طرف آخر منطق وياه، هو ما عنده منطق، والناس مثقفين، مو الآن مثل قبل 50 سنة 60 سنة، هذا الأعرابي لا يعرف أي طرفه أطول، لا، أبناء هذا الأعرابي اللي ما كان يعرف أي طرفي أطول، أبناء حملت شهادات، زين شافوا العالم، عندهم منطق، يفهمون. زين، شلون يمنع التشيع؟ في عقر دارهم أبناءهم تشيعوا، وانتوا شايفين صراخهم أنه الشيعة كذا، الشيعة كذا، الشيعة كذا. ليش تصرخ؟ أنت أكثرية، والحكم بيدك، والفلوس بيدك، وتزعم أنك حق، لماذا تخاف من أقلية على باطل؟ هذا يخاف لأن هاي الأقلية على حق،
هذا الخوف، وإلا الأكثرية اللي هي على حق والسلطة بيدها والفلوس بيدها والمنصب بيدها، ليش تخاف من أقلية على باطل؟ هذا ما موجود في التاريخ. وإنما الأكثرية إذا تخشى الأقلية لأن ليك الأقلية لها الحق، وخاصة الأكثرية المتسلطة. إشلون يمنع تشيع أبنائه؟ بالحالة الطائفية، لأنه عندما تصير حالة طائفية القوة الغضبية تجي تعطل العقل. هذا قاتل أبويا، أنا شلون أتبع واحد أو دين شخص قاتل أبويا؟ هاي الحالة العصبية والحالة الحمية الجاهلية، زين؟ هذه الحالة تمنع الناس من قبول الحق. مرة أكو اضطرار، لا بأس اضطرار، الناس كانوا يكرهون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأنه قتل أشياخهم ببدر وحنين، زين؟ هذا أصل تأسيس الإسلام، وذولاك معتدين لازم ترد المعتدين. بس إذا ماكو اضطرار، أنت ليش تجي تقتل ذاك وتشتمه وكذا، تسوي حالة طائفية تغلق عقله على الحق؟ هسه يمكن كم واحد بهذا الأسلوب يعرف الحق ويتشيع؟ يمكن، لكن الأسلوب اللي الملايين يدخل بالتشيع هو الجهاد بالعمل وبالكلمة الذي قالها الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بالتقية المداراتية. لذلك أئمة النفاق من حكام ومن مشايخ يحاولون يجرون الشيعة إلى الحرب الطائفية، ولكن حكمة العلماء واتباع الشيعة لمراجعه واتباع وصايا الأئمة عليهم الصلاة والسلام هي الكفيلة في إفشال مخططات أئمة الكفر والنفاق، وفي وكفيلة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. عليكم بالوصيتين: اتعلموا علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وعلموها للناس بما فيها البراءة، علموها، هذه أمور من أصول الدين، ولكن بالمدارات مع الناس وخاصة المخالفين جروهم إلى المذهب الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها